أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال والأحوال؟ ألو، رجعنا من جديد كيف ما وعدتكم. اليوم غادي نتكلموا على موضوع وتيرة الحياة السريعة، الحياة اللي بقينا غير جري 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 جري، ما بقينا عارفين لا واش حنا لحقنا ولا هي لحقانا، واش هادشي كاين ولا ما كاينش. إذا تكلمنا عن الحياة ما بين شحال هادي ودابا، غادي نتكلموا على كيفاش جدودنا عاشوا، كيفاش والدينا عاشوا، كيفاش الناس كانت محضرة معها البركة، كيفاش الناس كانت كتعيش حياتها عادي هادية وعادية، قلت المشاكل، قلت الصداع، قلت الشي، ولكن المهم الناس هانية. دوما غير المهم مقاد، في حين انا دابا واخا كتلقى الفلوس، كتلقى كل شيء موجود، كل شيء اللي قلبتي عليها متوفره، اراو كان غير يعني غير يكون دماغك مرتاح. اما جميع المسائل اللي تقدر تطيح لك في البال اولا اللي هذه، كل شيء رجع سهل، حتى الخدمه رجعت سهله، صافي دير كان حتى التمره ما بقاش ديال شحال هذه، الضو موجود، الماء موجود، الحياة سهلة. فاللي ما بقاش هو ديك البركة، هو راحة البال، هو ديك العلاقة الإنسانية، رجع جري عليا نجري عليك، اللهفة، كما كيقولوا طمع الحياة، كلشي طامع، كلشي باغي يدير كتر، كلشي باغي يوصل، كلشي وماشي يوصل غير هكاك، ما يوصل بالزربة. الو، الحياة ما بقيناش شادينها، ما بقيناش عارفينها، ما بقيناش عارفين شنو كيفاش يمكننا نفهموها. كان الحاجه الا فهمتيها او لا، الا كان مشكل عرفتي له بيان سور، ولا الا اعترفتي بان كاين مشكل، راه ديجا ضربتي 51% ولا 70% من الحل. الو، الا تكلمنا على الحياه ديالنا والحياه السريعه وشنو بقينا كنشوفو، دونك بيان سور ملي كنتكلموا على الحياه كنتكلموا على الوقت، كنتكلموا على هذا الوقت هذا اللي مبقى عنده قيمه. مين كان في قوتك كنلقاوها الليل، كنلقاوها 7 د العشيه، 8 د العشيه، وحنا ما درنا والو، صافي دير كو حتى البركه ما بقاش في الوقت، ماشي غير في الفلوس، ماشي غير في الناس، ماشي غير في هادي شي، ما بقى كيشوف شي، الزيارات العائليه ما بقاش، الناس ما بقاش كتجلس مع وليداتها، الهضرات تخربيق، كل واحد غاطس في المشاغل ديالو، في الاحلام ديالو، مقوقع على نفسه، كيشوف غير داكشي اللي باغي، كيجري غير على داكشي اللي نورمال ما باغي يحلم به وباغي يوصل ليه. اي دونك الحياه ما بقاش فيها الهنا، ما بقاش فيها راحه البال. الو، الاشكاليه مطروحه، الاشكاليه كاينه، الاشكاليه حاضره، ولكن كيف الهروب ومن اين المفر؟ ما هو الحل في نظركم كوجهه نظر وليست يعني حل اللي هو يعني صحيح 100%؟ ما نقدرش نقولوا سي، ربما من وجهه نظري فقط، الواحد خاصو شويه يعني يرجع يدقق في المسائل ديالو، يدقق شنو هما المسائل اللي نورمال مهربنا عليهم، شنو هما المسائل اللي مابقيناش كنعطيهم وقت او ما كنعطيهمش قيمه، لان اليوم فيه 24 ساعه، الا كنا كنتكلموا على 24 ساعه راه كيف عندي كيف عند واحد اخر كيف عند بزاف ديال الناس بحال بحال، علاش واحد اخر كيلقى الوقت لكل شيء، يدير المسائل كامل اللي كيبغي، يخدم وقت النعاس نعاس، وقت الفياك فياك، وقت الخروج خروج، وقت الخدمه خدمه، وقت العائله عائله، وقت داك الانسجام والترويح النفس، حتى هو كيلقى له بلاصتو، يعني حتى نفسه كيلقى لها بلاصه فين يمكن له يفوج، وفين يمكن له يعطي لنفسه حقها اوتوماتيكمون. وناس اخرين لا، ناس اخرين كيقول لك انا ما عرفتش ما ندير، دونك ما كنعرفش كيفاش كيطير نهاري، ما عرفت ما ندير، دونك حتى حاجه ما باينه لي، حتى حاجه ما كتسهل لي، كلشي معقد، كلشي فيه المشاكل، كلشي، وكيبقى تشاؤم سلبيه، تشاؤم سلبيه، تشاؤم، حتى داكشي اللي كيقولوا هو اللي كيلقى قبالته، لان كما كيقولوا داكشي اللي كنقولوا راه هو اللي كنلقاوه، لان الكلمات تصبح واقع كما قالوا بعد العلماء وبعد كذا. الو، نرجعوا للفكره ديال الحل، الفكره ديال الحل هو ان الواحد خاصو يعرف كيفاش ينظم وقته، كيفاش يخرج من داك القوقعه ديالو، يقرا شويه، يطالع شويه، يجلس مع الناس الحكماء، مع الناس الكبار، مع
ما يبقاش ديها غير في الناس اللي يجري 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 يجري، يعني يبقى حتى هو ديها غير في الحياة وفي الوتيرة اللي راه ماشي بيه سريع الحياة، يعطي قيمة لحياته، يعطي قيمة لراسو، يعطي قيمة الوقت ديالو، يحاول يميز ما بين المهم والأهم، ما بين ما هو ضروري وما هو ثانوي، يعرف يقول لا في وقت لا، يعرف يعبر على الرأي ديالو، على نفسه، على طموحاته، يركز على الأساسيات وينسى الثانويات، يعيش حلمه، يعيش أهدافه، يعيش المسائل اللي هو باغي، وهكذا غادي توضح له الرؤية. والواحد ديما يحاول أنه يخطط في حياته، بمعنى ما يبقاش غير يهضر، وإنما يحاول يطبق ويستعمل الورقة والسيلو. الو، هادشي اللي يمكن نقول بوغ هاد الفيديو هذا. نتمنى نتلاقاو ان شاء الله في لقاء جديد وسلسلة مواضيع جديدة ان شاء الله، ونتمنى نكونو فضفضنا شوية وعطينا بعض الافكار وبعض المعالجة الوتيرة ديال الحياة السريعة، كيفاش يمكن نخرجو من هاد الوتيرة هادي، وكيفاش يمكن نعالجوها، وكيفاش يمكننا نضبط مع حياتنا ومع هاد الوتيرة ديال الحياة اللي ما بقيناش كنقدو نضبطوا معها ونعيشوها بسلاسة، بدون مشاكل، بدون أمراض، بدون مشاكل نفسية. ميعادنا في فيديو جديد إن شاء الله. أقول لكم السلام عليكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله. أستودعكم الله.